السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو اليوم كما راكم تشوفوا هذا عرام تاع بيض. هذا البيض كامل راني شفته في اليوم 18، يعني من الفقس هذا كامل راه غير مخصص، يعني المشكل ماهوش من الفقاصه نتاعي ولا من اي حاجه، يعني المشكل هو من الناس اللي شريت من عندهم، ماهوش مخصب من الاصل نتاعو. يعني هذا البيض انا راني لميته لهنا، وكما راكم تشوفوا راني معلمتهم من قبل. كما قلت لكم انايا شريت من بلايص بزاف، يعني يقال من 3 بلايص ولا 4، وراني كل كوطة شريتها من عند واحد راني علمتها به، من بعد نعرف البيض هذاك اللي ما خرجليش تحمل ما نزيدش نشري عليه يعني مرة أخرى. كما راكم تشوفوا اللي هذو اللي مكتوبين فيهم عين، يعني جاج عرب، هذو كتبت فيهم، وكاينين جاج عرب واحد أخرين ما كتبتش فيهم، يعني شريتهم من عند إنسان واحد آخر. راني عرفت يعني الإنسان اللي البيض نتاعو غير مخصب. كما راكم تشوفوا لهنا اني حطيتهم في الصناديق هذه، يعني تاع الخضر برك. هو من الاحسن انه نحطهم في اللي يكونوا شويه عاليين، والله كاينين يعني صناديق يعني يتباعوا مع الفقاصات بعد، ولا الشتت ماهمش معاهم، يعني تروحوا للناس اللي عندهم المعدات تاع بيع الفقاصه ولا لوازم نتاعها تلقاوهم يعني يجيو شويه عاليين. لو كان يخرج الفلوس يعني ما يطيحناش منا، والله منا راح يترنخنا في الماء، والله المهم يبقى في البلاصه نتاعو بعد حتى انت تجيب عقلك وتهزو. لهنا انا تقريبا راني في اليوم 18، قلت لكم راني حطيتهم لهنا، راني على بالي دوك الناس اللي شريت من عندهم اللي عندهم البيض مخصب واللي عندهم البيض ماهوش مخصب. العام الاول لازم نسوفريو كامل ونعديو على هذه التجربه بربي، ان شاء الله يعني العام الجاي يعود عندي الانتاج الخاص نتاعي، نتعب عليه صح بصح يعود عندي. هذه اللي راكم تشوفوها هذه اللي بالالوان، هذه هي الفواحه اللي دير الرطوبه. في اليوم 18 لازمكم تحبسوا التقليب نتاع البيض، تحطوه في هذه وديروا له الفواحه هذيك، تقريبا لازم تكون درجه تاع الرطوبه توصل حتى 80 يعني درجه، ولا ما نبغيش نسميوها مئويه يا قلا يسميوها. المهم لان راوني في اليوم 20، راني كما راكم تشوفوا كان يبان لكم في الصوره، هاني قربت لكم شويه، راهو بدا يفقس البيض نتاعي، راهو يدير غير يعني نتفه صغيره برك. هذاك صبعي اللي يبان كحل هكاك راني قرفته ضربته بالمارطو، كنت نخدم في البلاصه اللي راح نحط فيها الفلوس تاعي، بربي ان شاء الله نهار يخرج اشوفه زيماه. ها والله يبارك بدا يخرجوا لي غير بشويه، يعني ما نقيسهمش خلاص نخليهم هكا بعد، يعني ما تروحوش كي تشوفوا هكا بدا يخرج يتولي تنبش فيه على خاطر مازال فيه الدم هذاك، لازم حتى نشيح خلاص الفلوس. راه ربي خلقه هكا بشويه بشويه يبدا يدور حتى ينحيه. كي تشوف بلي الرطوبه تاعك ناقصه شويه تقدر تدفي شويه الماء، مش يتسخنوا بزاف، دفيه برك ونديروه في بخاخه هذه، نبخوا شويه هكا الفوق، ما نضربوش طول في البيض على خاطر راح ينفزدوه. وهذه نحطوها طول الفم، وهذوك اللي تشوف فيهم راهم اسفنجات البونجات، نحطهم الفم ثاني باه يديروا لي شويه الرطوبه. وهذه الفواحه ما تغفلوش عليها، ما تخليوش الماء يخلص عليها باه ما تفسدلكمش. على بالكم لو كان تخليو الماء نتاعكم ينشف على الفواحه هذيك اكيد راح تفسد وتتحرق لكم، على هذه ما تنساوش يعني تصبوا لها ديما الماء، وهذاك البلاطو اللي من تحت ثاني صبوا له طول الماء. وسيرتوا ليامات الاخرين هذوك الاسفنجات ثاني رنخوهم بالماء وحطوهم من تحت باه يزيدوا شويه من الرطوبه. ثاني هذيك اللي البخاخه هذيك اللي درتها راني حطيتها فما بعد، قلت لكم حطوها على خاطر باه تحافظ على الحراره هذيك بعد اللي من حراره الفقاصه، يعني الماء هذاك يبقى نفسه كي نبخ البيض نتاعي اكيد ما يفسدناش. حاجه ثانيه راح نركز لكم عليها، انكم كي تشوفوا الفراخ نتاعكم تخرج يعني الكتاكيت او الفلوس او الصوص، ما تعودوش كل دقيقه انتم تحلوا وتقفلوا في الباب تاع الفقاصه، لازمكم توقفوا شويه، وكي تزربوا كي يعني تحلوا هذيك الفقاصه نتاعكم ازربوا اقفلوها على خاطر تروحوا الرطوبه هذيك، وقدر هذيك الفقاصه نتاعكم تكون في بلاصه بارده، ولا يعني هذاك الهواء اللي يدخل بارد هكاك راح يفسد لكم البيضات نتاعكم، واكيد راح يشيحوا لكم ومش راح يكملوا يخرجوا لكم. على هذه انا نثبت عليكم ما تبقاوش تطلعوا عليهم بزاف، سيرتو لكان حطيتهم يعني في يعني صناديق شويه عاليين. انا كيما هذه لازمني ساعه على ساعه نطلع عليهم،
خاطر نخاف لو كان يخرجوا لي الفلالس، اكيد راح يمشي هو معايا يخرج بعد الفلوس راح يبدا يزغط واكيد راح يخرج يطيح لي مني ويصراو لي مشاكل بزاف. خلاص المهم مش راح نقول لكم انتم في اول تجربه اللي كان يعني جاتكم النسبه قليله ما تفشلوش وما تتحبطوش، لازمكم تكملوا مادام بديتوا المشروع نتاعكم ان شاء الله. مع التكرار راح تتعلموا حوايج وراح بربي ان شاء الله ربي راح يعني يرجل لكم اموركم. المهم ما تستسلموش، لازمكم تواصلوا، لازمكم تلموا البيض نتاعكم، هذا لازم تستغلوه اللي شريتوه. اكيد راني ضيعت بزاف بيض بصح بربي ان شاء الله راح نلم شويه القطه هذه وشويه القطه الجايه وبربي ان شاء الله نتعب معاه ونخسر عليه دراهم، بصح العام الجاي بربي ان شاء الله راح يكون البيض نتاعي تاع الانتاج تاع الدجاج نتاعي راح يكون مضمون على يد يعني على يديا. كل يوم نحي الكميه اللي عندي تاع البيض نحطها تكون جديده، يكون كاين كيما نقولوا حنايا سردوك مليح كلشي مليح. بربي ان شاء الله تتعبوا معها وبربي ان شاء الله راح تلقاو. لهنا وصلت نهايه الفيديو، ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. وصلت للحكمه اليوم اللي تقول: يقول ابن القيم رحمه الله: العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.